صحبات قبل ما نبداو الفيديو الاخوان جاوبونا في كومونتير دابا انت معانا ولا مع غانا كمل تابعنا الخدمه غدا مصاخيط يا اخويا مصاخيط هذا الفيديو اللي كنصوروا دابا قبل من الماتش ديال مصر وغانا قلنا الاخوان واش نديروا فيديو مورا المباراه ديال مصر دون نديروا مثلا غدا كاع شوفوا النتيجه كي غادي تخرج نديروه ولا لا لا والله ما كنحشموا حنا والله ما كنحشموا بالله حنا ما كنحشموش اخوتي المنتخب المغربي فائز على تنزانيا بثلاثيه ثلاث اهداف واحد التصويره حطيتها البارح ولكن تقلبت على الفيديو ما لقيتوش داس في الاخبار عندهم شريط الاخبار المغرب تعادل مع تنزانيا 3-3 اللي شاف هذه اللقطه الاخوان يكتب لي في التعليق ويأكد لي واش فعلا كتبوا 3-3 مقابل صفر يبقى توفيق ان عادل عمروش وان انهزم اليوم في المباراه امام المغرب على البساط فخارج البساط عادل عمروش نظن كسب نقاط كثيره بفتح المغرب فوزي لقجع اصبح غولا من غولا كبيرا في الاتحاد الافريقي لكره القدم دون حسيب ولا رقيب امام الانبطاح الكلي للجنوب الافريقي موتسيبي الذي قسمته عادل عمروش هذا راه عادل عمروه عمروه تخور اصبح مجرد واجب وداز في اللجنه التاديبيه ديال الكاف ايوه شنو زعما هو معول انه يجي يدرب من مورا بالماضي عجباتو ديك 208 المليون كل شهر 208 المليون قول لي حتى انا نقول لكم لقجع حاكمه عطيني 100 مليون غول قجع غول حنا تيخلعنا حنا راه تيقولنا راه قجع خارج في الشاطئ كلشي تيدخل للدار دري صغار كتقول لي دوز تنعس ولا نجيب لك القجع تيمشي يتخبى تينعس حنا راه القجع كنخلعوا به الدراري الصغار عندنا انا في الدار عطيوني انا 50 انا 50 نعجبك في القجع نعجبك جهه لهذا الاتحاد الذي اخذه لقجع كراهينه والدليل انه فوزي لقجع تمكن من برمجه مباراه للمنتخب المغربي مباراه وديه للمنتخب المغربي امام المنتخب السيراليوني قبل بدايه الكان باربعه ايام في احد ملاعب الكان وهذا امر سابقه لم تحدث في تاريخ الكره الافريقيه بعيدا عن النتيجة والمغرب مطالب بعد الوجه الذي أظهره في المونديال أن يكون أحد المرشحين الأقوياء للفوز بهذا اللقب ما حدث من خلاف خارج الميدان مع المدرب الجزائري عادل عمروش مدرب تنزانيا تبدو مسألة فيها وعليها لأنه عادل عمروش لا يتكلم بصفته كجزائري وهذا اللي بغينا نوصله لبعض الأصوات في المغرب وإنما يتكلم بصفته مدرب لمنتخب يرى بأن حقوقه تهضم يعني بأن الاتحادية المغربية وفوزي لقجع وهذا ليس جديدا يتدخل في كل صغيرة وكبيرة ويريد أن يوفر كل الشروط حتى يفوز منتخب المغرب في مشكلة لعب ضد الجزائر ولا ضد تنزانيا قرب بهذه الكأس فكيف شاهدت حالة الغضب والانزعاج والهجوم المغربي على عمروش وأيضا ما حدث بعد ذلك في الندوات الصحفية وغيرها توفيق نعم هذا ليس سرا وليس جديدا بأنه فوزي لقجع يتحكم في دواليب الكاف وصار الآمر الناهي في أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وما قاله عادل عمروش هو الحقيقة بعينها ولا غبار عليها لكن كما تعلم فإن الصحافة المغربية أو المخزن بصفة عامة يحاولون في كل مرة إثارة الجدل وملاحقة كل ما هو جزائري وكما قلت الأخ قادر عادل عمروش هو جزائري الجنسية لكن في نهاية المطاف هو مدرب للمنتخب التنزاني الله يجيب الشفاء يا ربي ولا شادير أخليكم زيان
تعاونونا كنديروا كونتنت وكذا. الله يرحم الوالدين. ما تفرجش على مباراة مصر وغانا النهاردة ليه؟ لأن ملك ملوك التوقعات جاي يحرق لك نتيجة الماتش في دقيقة واحدة. لا تخي ولفتك حق الرب أسير يلا مننا المرة اللي فاتت ومصر اتعادلت مع موزمبيق، لكن أنا جاي لك دلوقتي أجيب لك النتيجة بالظبط وقول لي توقعك أنت يا عم في الكومنتات وسيف الفيديو عندك وبعد الماتش. بصاكس بوكس بولنا التوقعات ديكم يا إخوان لتحت. شحال غيسالي الماتش؟ دابا راه غتفرجوا في الفيديو قبل من الماتش. قولنا شحال غيسالي الماتش؟ هتلاقيني طالع لايف، تعال مع بعض كده نشوف مين فينا اللي هيجيب النتيجة صح. أنا بقول لك مصر هتلعب مع غانا مباراة كأنها فاينل، كأنه مباراة نهائي، منتخبين كبار جدا في القارة. منتخب مصر اتعادل المباراة الأولى فجاي لك جريح، وغانا خسرانة المباراة الأولى فهي كمان جريحة، مباراة كبيرة جدا. لكن منتخب الفراعنة هيظهر شخصية قوية جدا في المباراة وهنكسب الماتش ده بثلاثية 3-1. ده توقعي لنتيجة الماتش. الحمد لله بعد هذيك ربعة ما بغاش يتفك مع ربعة، هو حيد منا واحد لواحد يتخاف، فهمتي؟ ديك 3-1 بعد الماتش لينا معاد مع بعض نشوف مين فينا اللي صح. نايس. اش كتقولوا الاخوان شحال غيسالي الماتش؟ انا كنقول 2-1 ولا ماركي جوج الله اعلم، واحد الله اعلم، 2-1. مين اكتر برج حيجي له فلوس السنه دي؟ اكتر برج هيجي له فلوس بدءا من السنه دي برج الجدي. جدي الجدي. انا مني تمريه كنت ناس تقول القوس، ما حشمتش وحق الله. زعما دابا الجدي اختي الكريمه غيبقى راقد والفلوس غتجيه، ما غيخدم ما غيتحرك ما غيدير توزع الجدي ده اموال كتير والحمل والتور. التور علال وابراج تانية كتير بقول لك يعني. انا لا بس الاكثر يعني انا هقول لك نسبيا يعني الجدي والحمل والثور والدلو، رغم ان بلوتو داخل. انا القوس اخوان تكون بحالي، شوفوا لنا الابراج ديالكم واخا ما كنبغيش نتسوق على هذا المرض هذا بورس ما بورس. لا 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 التاني بوم، التاني بوم، التاني بوم. بص الجون، بص الجون، بص الجون، مين اللي جابه؟ مين اللي جابه؟ هات لي مين اللي جابه؟ اوب بوم. وناحي 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 جون، وناحي جون عادي جدا يعني، جون عادي جدا يعني. ايه اللي فيه جون؟ اهو جون عادي جدا خالص يعني. ورينا بقى عمل ايه؟ ما عملش اي حاجة، جون عادي جدا يعني، جون عادي جدا يا وناحي، جون عادي جدا يا حبيبي، جون عادي جدا. بص 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 بيعمل ايه، بص بيعمل ايه، بص الغل، بص الغل بيعمل لنا ايه، بص بيعمل لنا وناحي، بيعمل لنا احنا كده، وناحي بيعمل لنا احنا كده، وناحي يعمل لنا. شكرا يا عم وناحي بقى، احنا تعمل لنا كده ورا. ماشي ليكم، ده مش ليكم، ده مش يعني مش مياو نو no. ده مش ليكم، ده مش عشانكم، ده عمل عشان المدرب بتاع عادل عمروش بتاع الجزائري بتاع تنزانيا اللي كان حيبكي، فهمتي؟ يبكي علينا هما بيشتغلوا نبقى، فهمتي؟ وياخذوا الوقت اللي هما عايزين وكذا. اش دخلكم نتوما كاع في هادشي كاع بعدين صاحبي؟ هو فهمتي كلاشا كذا، وانتوما تقرصوا من كذا. والمهم بعدونا من الدري ولا غادي تشوفوا شي حاجه ماشي هي ديك. واش قلنا قلي راه ما حافظ الدراجي وجي قال ما عندي انه حنا نستهزئوا بالناس الاشخاص، مين فوا تستهزئ غادي يستهزئوا بيك، واللي هو غادي يتفرج فيك اللي هو ما عندوش طمو ترجمين. حنا حاسبين راسنا حنا، انا البارح نسمع في بوحنيكه يعني في القناه ديال الدف يقول لك حنا اغلى منتخب تسويقيا، ولكن لا كافايا حطت لك يعني اغلى منتخب. لا ما تضحكوش عليا، واش بصح بوحنيكه سميتو بوحنيكه؟ واش بصح سميتو بوحنيكه؟ افريقيا نيجيريا الاولى، المغرب الدوزيام، الكوتيف فرنا. حنا عندنا اغلى قيمه يعني ثابته الا زوج، انا غادي نعاود نقولها لكم، عندنا زوج ولا ثلاثه ديال الجوار باش تعاود ديرها في راسك يا بوحنيكه وتعلم، تعلم مع واحد عندك محرز بن ناصر وعصام خليك من شي لاخر بوحنيكه راه 70 مره في الطوب مره في انت تقول لي هذه الحلاق جات معايا بوحنيكه وقدي سميتو بوحنيكه حق نسيت الرئيس ديالهم. انا مطنق
قالت الايطو تخرج لي راس راس، رحت الكاميرون قالت لهم الكاميروني ماشي مليحه، رحت الكوت ديفوار قالت الكوت ديفوار بريستوريك، رحت لغامبيا تحوس على قاسما ضربت مع دي جورناليست. الكلام اللي يعني نستحي وحدي استحي نسمعوا يا ناس، الناس تسوق لها وتجوز لها، سيني با نورمال. صحفي حافظ الراجي راه معاها في شرع، وزراء في الدوله الجزائريه هضرت عليهم، شخصيات كبيره تكلمت عليهم يا ناس، كاين كثير ماشي وحدها ماشي كايزولي. المستوى المنحط الرديء هو اليوم يتصدر واجهه يعني الاعلام الجزائري، وما لازمش اليوم اشخاص مثل هادو نخلوهم دائما في واجهه. مي سوني با نورمال شنو صار اليوم، وكانه ولات اون سكت. واش اخباركم الاخوان انه راه كاينين الناس في التعاليق تيفتخروا بداك الشيء اللي دارت، اللي دارت ديك صوفيا. توك صوفيا امراه بألف رجل، صوفيا فحله ماشي بحالكم يا الشكامين، صوفيا قالت غير الحقيقه. صوفيا والله حتى كاينين دي كومونتير هكا قسما بالله، وتلقاهم كذلك في هذا الفيديو يقولك اه مالع صوفيا اه هاني. مستوى منحط، هي اللي تسيطر على بلاد وتتلعب بمصيرها. بس الشعب الجزائري نوجه اعتذارات للشعب الايفواري صراحة. الانسان برافو عليك برافو عليك، دابا هو مضرب العقل، برافو عليك. هذيك ما تمثلش ليزاجيريا، حنا شعب. مشاهدينا الكرام، بعدما ظن الجميع ان المنتخب المغربي فاز بثلاثية، التلفزيون الجزائري هو وحدهم لديه الخبر الصحيح. يا اخويا هو جاب لي الجواب اللي كنقلب عليه. صحيح كما تشاهدون امامكم المباراة انتهت بثلاثة لمقابل ثلاثة، هذه الحقيقة التي اخفاها عنكم السيد الممثل يعني الكرة المغربية او رئيس الجامعة المغربية فوزي الاقجع، اخفى عنا هذه النتيجة وبالتالي نقطة يتيمة للمنتخب. اضرب نورمال بلا سكر فهمتي. اش قال غايدير التصويره غنوض غندير عليها فيديو بالليزيات، حط فيديو غايدوز على الجمهور الفرنسي. تقاسم نقاط المباراة مع تنزانيا، هذه الحقائق اكدتها التلفزيون الجزائري قبل قليل. خبر المغربي في دوري المجموعات. شنو 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 نشوفوا قبل شي الساعة 6 توقيت الجزائر وش هي هذيك؟ 6 عندهم اولي لا يمشي وهذاك الشبهر. وبالتالي نقطة يتيمة للمنتخب المغربي في دوري المجموعات. تقاسم نقاط المباراة مع تنزانيا، هذه الحقائق اكدتها التلفزيون الجزائري قبل قليل. لا تنام، هناك اخبار جديدة ربما. واخا صوتو ديال المودي تبارك الله عليه. اول ظهور صوفيا بعد طرد مسحي اللاس. السلام عليكم وجه الخير، انا سعيدة جدا وفرحانة كي دخلت الجزائر، بلادي بلاد الشان والهمة وشعبها قمة، ونشكر كل جزائري. رجعات ما بين الصباليون والبرتغال تحيروا عليا، والحمد لله فاتت في احسن ظروف. ما والله اسمع والله ما سمعتك. فاتت في احسن ظروف. اول مره في حياتي نسمع مشجع جراو عليه، اول مره في حياتي. هيا نضحكوا كامل. هي كانت عندي اكزام دو دوسي عند السلطات الايفواريه يعني. داخليه كانت عندي اكزام دو دوسي عند السلطات الايفواريه يعني في وزاره الداخليه لا دي اس تي. قعدت معهم 50 ساعة يعني يومين، من يوم الاثنين اللي رفدوني على الساعة 7:30 أمام الملعب، داروا معي إجراءات. اللي عاجبني فيك الصنطيحة ديالك، هذا يا استدعاء غدا زغرتي يا ربي. يلا هاتي كيونو تي فو سيبورتي لو ماروك بوغ ماروك ها؟ فيم لو ماروك اكزاكتومون. اه الدراري خصمان، الله يتا خصمان بالرب. شو الله يتا الدراري خصمان بالله الصاط، عطاو التيكي مسكين. واه واه ميرسي.
Et c'est la fin de la CAN. Tout le monde s'en bat les couilles. Vous devez vous rentrer ça dans la tête. Tout le monde regarde la CAN que pour l'Algérie. C'est tout, ils s'en battent les couilles. Il y a qui le maître, qui charbou mahiye. Il y a qui charbou mahiye, dit Akhoui. Sans l'Algérie, il n'y aurait pas les droits TV, les gars. Les droits télé, c'est que pour l'Algérie. Les sponsors, c'est que l'Algérie qui les a ramenés. Il n'y a que les Algériens qui remplissent les stades. Wow. Match nul. Zama, match nul, Zama, c'est pas une défaite. Ah, toi aussi. Waouh. Ou le concept. Ou le concept en Afarek. Pour petit match nul, tu commences déjà à nous prendre de haut. Oh, l'Algérie ne doit pas jouer la. C'est un match nul. Rien n'est joué. Vous n'êtes pas encore éliminé. Inch'Allah, vous allez passer. Ah, Momo. رغم محاولات يائسة مؤسفة من بلد مستعمر يستعمل الرياضة لأغراض سياسية عدائية ومغرضة لإفساد هذا المحفل الكروي. عبد العزيز بن سالم يفصل أكثر. وفي ظل هذا الترابط الأخوي يوجد للأسف اسم المغرب، هذا البلد المستعمر، بلد الشر والبغض، يحاول إفساد هذا الحفل الكروي القاري المتميز من خلال منع كوت ديفوار من تحقيق أي نجاح لهذه الطبعة حتى لا تغطي على الدورة القادمة المنتظرة في بلد المخزن. وبدليل أن المستعمرين من نظام المخزن استغلوا تصريحات في غير محلها لمؤثرة جزائرية بطبعها الساذج والتي أدان قولها كل الجزائريين ويريدون تحويلها إلى قضية دولة. الجزائريون وأصدقائهم الإيفواريون واعون جدا ولن يسقطوا في فخ نظام المخزن ويدركون أن العلاقات التاريخية القوية بين الشعبين الصديقين لن تؤثر فيها أو عليها تصريحات مؤثرة أو تمس بالتضامن المشهود بين البلدين الجزائر وكوت ديفوار. ولهذا السبب تخيل معي دابا انت ما عندك لا كونيكسيون، ما عندكش الانترنت، ما عندكش تليفون، كتعمراتي كتشعل التلفازة، عندك جوج قنوات، واحدة منهم هادي والتانية هي بحال هادي وكتسمع بحال هاد الهضرة صباح وعشية، ما دارك شنو غيطرالك، شنو غيوقع لك، تحس انه فهمتي هاد الوخشة ديال عقل ديال راسك تحيد، شدوك عقلك بداو كيغسلو فيه بحال الموكا، تيديرو فيه شوية الإقامة كدا تيسدو عليك. ترى ما يمكنش، راه شي مناطق دابا تما عندهم عرفتي كيفاش كنبانو حنا، كنبانو فعلا كنبانو بحال الغول، بحال شي وحش ادخل عليهم غياكلو. وراه فعلا ملي قال القجع راه غول، وراه فعلا تيخلعو بيه الدراري الصغار تما